Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. I know this distance makes it hard for eyes to see. يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب متى تشوفون الفيديو. اليوم صحيت متأخر، العادة 7:30 أصحى 8، اليوم صحيت 10 وفيني خمول الدنيا، بس يلا ما عليه، بعد الويكند كذا ينحس النوم. المهم سويت لي قهوة وبأفطر على هالبابكة اللذيذة، جدا لذيذة يا بنات. طبعا مو إعلان ولا درت عني، حتى ما تعرف عن قناتي ولا شيء. ذقتها مرة عند صديقتي ورحت لين الدمام أمس بس عشان أخذها، من كثر ما أنا كذا أفكر فيها طول الوقت. لكن هذه عندها نكهة بالشوكولاتة البيضة والتوت، توت الرازبيري، خيال، لذيذة لذيذة وهشة بشكل ما شاء الله تبارك الله. بحط لكم حسابها تحت عشان إذا ودكم تجربونها. وبس اليوم صراحة ما عندي أي شيء مخطط، يعني بأتكلم بس شوي عن الكاميرا الجديدة اللي شريتها، بجاوب عن بعض أسئلتكم بالإديتينج والفيديوز وكذا، وبشوف الباقي اليوم يعني شي يصير. أهلا فيكم بفيديو جديد بإذن الله. بهذا الفلوج راح أصور لكم غرفة البيبي وصلت، خلصت القهوة وأحس خلاص راح مزاجي روق، أقدر أني أسوي لكم أنبوكسينج للكاميرا ونتكلم عن مميزاتها وبأجاوب على كم سؤال سألتوني. أوكي كذا ثبتنا الجوال وأقدر أسولف لكم عن الكاميرا. مثل ما تشوفون عندنا الكاميرا وعندنا ملحقاتها اللي هو ترايبود والميموري كارت، هذه الأشياء الأساسية اللي تشترونها مع الكاميرا. الكاميرا اسمها كانون باور شوت G7X Mark II. في أنواع كثير للكاميرات لكن هذه الكاميرا هي أكثر شيء وأشهر شيء لتصوير الفلوجز. بقول لكم بعد شوية ليش، لأن أنا قبل ما أشتري الكاميرا بحثت كثير مرة عنها وعن مميزاتها، عن الأشياء السيئة فيها والأشياء الكويسة، وحسيت أنها هي الكاميرا اللي راح تفيدني مرة في التصوير لليوتيوب، خصوصاً أن أنا ما أتطلب كاميرا احترافية جداً، لا أتطلب كاميرا يكون عزلها ممتاز، جودتها في التصوير في الظلام ممتازة، بما أن هذا الشيء أعاني منه كثير مع الآيفون. ما شريتها أول ما بديت القناة لأن ما كنت متأكدة إذا هذا المجال أنا راح أكمل فيه ولا لا. الحين بسوي معاكم أنبوكسينج للكاميرا لأني ما قد فتحتها. أنا شريت الكاميرا من نون، فبحط لكم تحت رابط الكاميرا ومن وين شريتها وكل شيء. طبعا الكاميرا أخذتها لميزة جدا كبيرة فيها اللي هي الشاشة. أنا من أول أحتاج شاشة تنقلب، فهذه الشاشة ممتازة مرة لتصوير مثل هذه الفيديوز. يعني الحين أنا أبغى أشوف إذا أنا فوكس ولا إذا واضحة في الكاميرا ما أقدر أشوف لأن الجوال منقلب عني. الأزرار اللي فيها مو كثير، مميزاتها جدا يعني بيسك، تعتبر للناس اللي تبغى تصور فلوجات. هي مشهورة أصلا إنها فلوجينج كاميرا، أنا ما قد جربتها ولا أعرف عنها أي شيء عن طريقة الاستخدام، لكن قريت عنها مميزات مرة كثير. وعندنا بعد الترايبود، طبعا سألت عن أفضل ترايبود لأنه بصراحة الترايبود شيء تدفعين فيه فلوس عشان يعيش معك. إذا بتشترين شيء رخيص ومن مكان رديء اعرفي إنه ما رح يعيش معك، ممكن تطيح الكاميرا وتنكسر، فحبيت إني أشتري شيء مرة كويس. هذا طلبته من موقع بحط لكم بعد الرابط تحت، بس إنه مشهور إنه أفضل ترايبود اللي هو جوبي. وهذا هو الترايبود، حجمه أبدا مو كبير، شوفوا بالنسبة ليدي كيف، وأتوقع إنه جدا فليكسبل أو يعني سهل يتحرك. شوفوا مثلا أبغى أعلقه كذا، جدا سهل تثبيته. آخر شيء أخذته اللي هو الميموري كارد، طبعا الكاميرا ما يجي معاها ميموري كارد فلازم يكون عندكم واحد. طبعا أكثر شيء لقيت عليه مدح لهذه الكاميرا بالذات اللي هي الألترا ساندس، هذا مرة ممتاز 64 جيجا، جدا يعني يكفي. وبس هذه هي الأشياء اللي شريتها للكاميرا، وإن شاء الله بأجربها وبتشوفون التصوير في الفيديو الجاي كيف راح يتغير، وبأعطيكم بعدين رأيي في تصويرها واستخدامها ونقل الفيديو وكل هذا.
كتبت لكم في القناة إذا في أي أسئلة ودكم أنكم تسألوني أجاوب عنها بخصوص القناة، وفي سؤال تكرر علي مرة كثير اللي هو كيف حصلتي على عدد مشتركين كبير، أو كيف قناتك قاعدة تكبر بشكل ما شاء الله كبير في وقت قصير. فكل اللي أقدر أقوله لكم أنه والله ما سويت شيء معين، يعني ما في شيء معين سويته أنه خلى القناة مرة تكبر. أنا كل اللي أسويه كل فترة أدخل قنوات الناس، أي قناة شخص كبير، وأشوف إيش أفضل الفيديوهات اللي عندهم، إيش أكثر فيديو مشاهدة مثلا. فلاحظت أن فيديوهات مثلا مشتريات شي إن قاعدة تزيد المشاهدات فيها غير عن أي فيديو ثاني، فرحت يعني صورت مشترياتي العادية اللي أشتريها كل مرة من شي إن وصورتها وحطيتها باليوتيوب، وفعلا الفيديو ضرب. أنا ما أدري هل كثير ناس يعني تبحث عن شي إن أو مشتريات شي إن. برضو أسمع المتابعين إيش حابين يشوفون، دايما يقولون لي صورينا روتين تنظيفك للبيت، وفعلا صورت روتين تنظيفي وأبدا ما سويت أي شيء، الفيديو ضرب، صار أفضل من كل الفيديوهات اللي سويتها في قناتي. أبدا مو شيء أنتوا تسوونه، ما أقدر أعطيكم نصايح معينة، ابحثوا عن إيش الناس تحب تشوف، إيش ينبسطونهم يشوفون، وسووا يعني وحبي الشيء اللي تسوينه، وإن شاء الله الفيوز راح تجيك. ويعني لا تخلين هذا أكبر همك، إذا أنت حابة الشيء اللي تسوينه راح يجيك سبسكرايبرز وراح يجيك فيوز، يعني لا تستعجلون على الموضوع أبدا. لما أختك يصير عندها بريك تطلبك تطلعين بس كذا صديق غداء. طب ليه ما جبتي لي؟ لا؟ أوكي يلا بالعافية كتكوت. نجي هذا المكان السري حقها، يجنن هدوء. طبعا إذا طلعتي مع أختك يجيك قهوة مجان. شوي 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 يا مدير، سويت الحق على دوام. المهم هذا الشيء ألذ مشروب حار في الجبين، موكا حار من الفنار سكر. الحين صار وقت الغداء وحبيت أجرب الطريقة اللي يستخدمونها في التيك توك، تعرفونها اللي يجيبون تورتيلا ويقصونها أربع أقسام، يحطون قسم فيه جبن وقسم تشيكن وكذا، حسيت ودي أجربها. عندي طبعا هذا من الكبير بس ما حبيته قد ما حبيت أمريكانا، نفس الشيء أصابع دجاج سبايسي، من أمريكانا أحلى من الكبير. وحطيت فرايز وبحطها في القلاية الهوائية وأجهز باقي الأشياء. الحين بعد ما سويت الدجاج والبطاطس في القلاية الهوائية، أخذت خبز التورتيلا وقسمته كذا بحيث أنه القصة توقف هنا، يصير أطبقه كذا بعدين كذا بعدين كذا. زبدة بوريكم الحين. هنا حطيت الفرايز، وأحب أستخدم هذا الصوص اللي هو ديجون ماسترد، زي الخردل العادي لكن طعمه أحلى. وراح أستخدم المايونيز مازولا. طبعا ما ادري ليش مره انتفخت، والظاهر اني كثرت دجاج او لاني ما قصصت الدجاج، بس بحاول انها ما تتفكك وتكون داخله بالتوستر. كذا طلع الشكل النهائي للساندويتش. بصراحه ما احس اني ممكن اعيد هذه الحركة أو هذه الطريقة، يعني أنا ألف التورتيلا عادي بشكل أنه دائري أحسن من كذا حاسني، وما كنت أحتاج التوستر، أنا دائما ما أستخدم التوستر، فأحس أنه يعني حوسة وما لها داعي. يعني ما بعيدة مرة. بعد الغداء جلست أنظف البيت وأرتب وأغسل المواعين وكذا لمدة ساعة تقريبا. ما صورت منها شيء لأن توي منزلة فيديو كامل عن تنظيف البيت، وصراحة التنظيف مع التصوير ياخذ وقت مو طبيعي. والحين أخذت شاور، وبعدها بوريكم فقرتنا المفضلة الأشياء اللي أستخدمها. أحب مرة هذا البودي سبراي اسمه تيز من فيكتوريا سيكرت، أموت عليه مرة حلوة ريحته. وأحب أحط خمرية الشعر ومسك الجسم من عبد الصمد القرشي مع زيت اللوز من لوكسيتان، قلت لكم عنه آخر مرة، مرة رهيب ترطيبه مرة قوي. وبألبس هذا اللبس لأننا بنطلع أتوقع مع بنات عمان، على أساس بطلع أتمشى. جايبة لابتوبي لأنه عندي شغل. جينا دست، قهوتهم ممتازة صراحة ومكان حلو للشغل. رايق المكان هنا مرة.
طبعا لان عندي شغل فبنجلس نشتغل شوي. طلبت منهم يحطون لي اسبريسو مع ثلج لاني ما سويت قهوتي في البيت للاسف. شكلها حلو. واخيرا خلصت. طبعا ظلمت الدنيا. بطلع الحين برجع البيت. احب مره دست للشغل. خلصت شغلي الحين بطلع. رجعت البيت وضبطت لي قهوة مارس وجلست ارتب الهدايا. طبعا سحبت قبل يومين تقريبا على الانستغرام، موجود السحب اذا رحتوا للانستغرام حقي تلاقونه في الاي جي تي في. فازوا معي بنتين، واحدة اسمها هدى والثانية اسمها هديل، وان شاء الله راح اشحن لهم البوكسات بكرة باذن الله. بس اليوم حبيت اني اغلفها كويس، وبعد حبيت اني احط كارد بس ما عندي طابعة. بعدين اتذكرت ان عندي هذه الطابعة ودي استخدمها معاي كل الأشياء حقتها الأوراق، بس نسيت صراحة كيف استخدمها. الحين بشبكها وأشوف أجرب معاكم. The next day. يا صباح الخير من اليوم الثاني. طبعا للأسف أمس ما مداني أطبع الصور، أصلا جاني إغماء مو طبيعي، نمت على طول. كنت أدور عن الشاحن حق الطابعة لأني نسيت أحطه بالكيس، فاكتشفت أني حاطته مع باقي الوصلات فرحت جبته. والحين خلونا نطبع. كثير كانوا يسألوني يبغون شيء زي كذا، انه يطبع لهم صور يعلقونها مثلا، يحطونها في فريمات. بصراحة الطابعة ممتازة، مرة ممتازة، يعني جودة الصور، الالوان جدا واضحة، يعني مرة مرة كذا. شغلت الطابعة ويجي معاها هذا الشيء الاسود، تعبون فيه الاوراق وتدخلونه كذا علشان الاوراق تطلع وتطبع وبعدين تطلع لكم برا. بس الحين لازم يتحمل له برنامج على الايفون او الجهاز اللي انت بتطبعين منه، تصيرين تشبكينه على نفس الواي فاي حق الطابعة، بعدين تختارين الصور وتطبعين. شوفوا ما شاء الله الطابعة صدق مرة كويسة، يعني إذا تبغون تشترون طابعة تطبعون فيها أشياء ما أدري على حسب احتياجكم. هذه جودة الطباعة جدا ممتازة، الألوان بالضبط مثل ما هي في الجهاز، وحتى الورق قوي وفي لمعة، يعني جدا ممتازة. وبكذا وصلنا لنهاية الفلوج. إن شاء الله يكون عجبكم وانبسطتوا وانتوا تشوفونه. أضيفوني في حسابات السوشيال ميديا وعلى سناب شات لأني أكثر شيء أكتف هناك. ولا تنسون تعطوني أفكار لفيديوز جديدة حابين تشوفونها على القناة مستقبلا. وإلين أشوفكم في فيديو ثاني، كونوا بخير، مع السلامة. Made a map with all the stars.